بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة 3 الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي أن الإيمان يعرف لغة بأنه الإقرار والتصديق، وشرعا بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم. وشرحنا أركان الإيمان. قال: الإيمان وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. هذا دليل أن الإيمان قول، فأعلاها قول لا إله إلا الله. نعم. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح. نعم. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا فيه دليل أن القلب له عمل. نعم. وأركانه 6 أركان الإيمان 6. نعم. أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله
تقدم معنا للإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. وقلنا الأدلة على وجود الله العقل والحس والفطرة والشرع. أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة ذكرنا أن الإيمان بالملائكة تضمن الإيمان بأنهم عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصون، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. الدليل أن لهم عقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم نؤمن بهم إجمالا، وبما علم من الله سبحانه وتعالى من أسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأعمالهم، ومن أعمالهم جبريل عليه السلام موكل بالوحي، ملك الموت قبض أرواح الخلق، ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام وما إلى ذلك. وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والأخبار التي جاءت عنهم إجمالا وتفصيلا. نعم. وكتبه ورسله. الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن كلام الله تكلم بها حقيقة، وأنه منزل لا مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. والدليل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بجميع الكتب إجمالا، وبمعلم من الله سبحانه وتعالى من أسمائها مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام والقرآن وأخبارها وأحكام ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب والدليل ومهيمنا عليه. الإيمان بالرسل يتضمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها، وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام. وكل من ادعى النبوة والرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب كافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. نعم. واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، خروج الروح وقبض الملائكة لها وصعود الأنبياء للسماء وتفتح أو تغلق لها أبواب السماء وعودتهم بها للجسد، واسمع قرع نعالهم، وسؤال الملكين في القبر عن الأصول الثلاثة، وعذاب القبر ونعيم القبر، والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء القدر له أربع مراتب كما ذكرنا: العلم والكتاب والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. الثاني الكتاب، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء لن تقوم الساعة. الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، قلنا عبادة مشاهدة ورغبة وحب وشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهل يمكن أن الإنسان يصل إلى هذه المرتبة؟ قال نعم، وإذا لم يستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن يخرج على المرتبة الثانية. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة. نعم.
والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى معية حقيقية تليق بجلالة عظمته لا تماثل معية المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن الله سبحانه وتعالى حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة شامل كل الخلق، والمعية الخاصة إما بشخص أو بوصف. وأهل السنة والجماعة يثبتون المعية ويثبتون مقتضى المعية بخلاف أهل الباطل. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية فعل الأمر اجتناب النواية على علم وبصير. والذين هم محسنون تقدم معنا أن الإحسان ركن واحد. نعم. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وتوكل، أخذنا أن التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب، وقسمنا التوكل إلى ثلاثة أقسام: اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي معنى وافتقار، وهذا شرك أصغر. الثالث وكالة، وقلنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤون العامة والخاصة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان. وتوكل على العزيز الرحيم، العزيز عزة قدر وقهر وغلبة وامتناع. قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم. والدليل من السنة، الدليل من السنة على الإسلام والإيمان والإحسان على مراتب الدين الثلاثة على ما تقدم معنا. نعم. حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. نعم، قلنا في الدرس الماضي أن جبريل عليه السلام جاء في صورة المتأدب المتعلم في الهيئة وفي الجلسة وفي السؤال، حسن السؤال، ثم أنصت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطعه، فلما حاضروه قالوا أنصتوا. وقلنا لابد أن طالب العلم يعرف حقوق ستة: حق طالب العلم في نفسه ومع زميله ومع المكان ومع الكتاب ومع شيخه ومع العلم الذي تعلم. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. العجب كان لأن جبريل عليه السلام يسأل، والأصل أن السائل يكون لا يعرف الإجابة، فهذا دليل أنه يعرف الإجابة، وكان هذا السؤال لتعليم للصحابة رضوان الله عليهم. قال: فعجبنا له كيف يسأل ويصدق، وهذا فيه أن جبريل عليه السلام يعرف الإجابة. ويقول أن هذا الأصل، أن بعض الطلاب أحيانا قد يسأل سؤال يستفيد منه الجميع، وقد يأتي بعض الطلاب بأسئلة يعني إما تضيع الدرس أو تفتح باب شر على الناس. نعم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. نعم. وفي رواية: فعجبنا له يسأل ويصدق، كما في الأولى. نعم. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة.
قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأخبرني عن الساعة، أي متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا كان الرسول البشري والرسول الملكي كلاهما لا أدري متى الساعة، إذن غيره من باب أولى. فكل من ادعى علم الساعة فهو كاذب كافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها. نعم. قال فأخبرني عن أماراتها. فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها للساعة، علامات كبرى وعلامات صغرى. نعم. قال أن تلد الأمة ربتها. وأن تلد الأمة ربتها، اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة على أقوال، منها أنه يكثر عقوق الوالدين، أو يكثر الرق، أو يكون ملك عنده جارية يتسرى بها يعني بشروط مدونة في كتب الفقه، ثم تنجب له ولد. هذا الولد إذا مات الملك أصبح هو الملك، فأصبح سيد على الأم، على أمه. بعض العلماء يقول هذا فيه انقلاب الأحوال، يعني تتغير الأحوال. نعم. كما تتغير الأحوال بالنسبة لللفظة الثانية، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني فقراء، وشدة فقر ينقلب هذا الفقر إلى غنى فاحش. نعم. يتطاولون في الدنيا. نعم. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل. هذا السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام للتشويق، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالمسألة بصيغة السؤال والاستفهام عنها حتى تشوق السائل لسماع الإجابة، وهذا فيه يعني حسن التعليم من النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عمر رضي الله عنه لا يدري من السائل. نعم. لكن هذا للتشويق. نعم. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الله ورسوله أعلم تقال زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال الله ورسوله أعلم، بل يقال الله أعلم. نعم. قال يعلمكم، وهذا فيه أن جبريل عليه السلام جاء لتعليم الأمة، وأن هذا الحديث قلنا فيه فوائد، منها آداب طالب العلم. بهذا انتهى من الأصل الثاني، وشرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثالث، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعرف عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمور: نسبه وبعثته، وهل هو نبي أو رسول، وإلى من بعث، وإلى ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام، وهل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه، وهل مات عليه الصلاة والسلام، وأين ولد، وأين توفي عليه الصلاة والسلام، وكم ظل في المدينة، وكم ظل في مكة، ومتى فرضت عليه الصلوات المفروضة غيرها. هذا نأخذ بإذن الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.